بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اليوم إن شاء الله أنا في الحلقة الخامسة من سلسلة دراسة جدوى لمشروع تربية الأنانيب. اليوم نشوف مع بعض التحصينات والأدوية التي يحتاجها المربي في مشروع تربية الأنانيب. أولا نرجو الاشتراك في القناة، لأن لاحظنا أغلبية المتتبعين والله اللي يتابعوا في الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة. ثانيا فعل الجرس ليصلك كل جديد. ثالثا نرجو تسجيل الإعجاب لزيادة التفاعل ووصول الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. رابعا نرجو من حضراتكم إضافة تعليق. خامسا نرجو مشاركة الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وما إلى ذلك، وتيك توك وما إلى ذلك. نبدأ مع بعض حلقتنا إن شاء الله. راح نشوف مع بعض التحصينات والأدوية التي يحتاجها مشروعنا، مشروع تربية الأنانيب. بالنسبة للتحصينات، عندنا التحصين الأول يسمى بالتحصين التسمم الدموي الفيروسي، اسم التحصين كونيبراف ار اتش دي أو في اتش دي. هذه الصورة نتاعو. مدة التحصين راح تكون سنة كاملة، أي 365 يوم، تحصين واحد في السنة، معناتها تحصن الأرنب مرة واحدة في السنة. الجرعة هي 0.5 ميلي لكل أرنب ابتداء من عمر شهرين. الأمان، بالنسبة للأمان التحصين آمن لكل الأرانب، ذكور وإناث، عشار ومرضعات، مهما كان نوع الأرنب وفي كل الحالات. سعة هذه الزجاجة تقدر من 5 إلى 6.5 ملي، أي أن هذه الزجاجة تحصن من 10 إلى 13 أرنب. سعر الزجاجة حاليا، هذا التحصين غير متوفر في الجزائر نظرا لتوقف عملية الاستيراد، إلا أنه موجود في السوق السوداء بسعر حوالي 3000 دينار جزائري، أي 300 ألف، هذا كأقصى تقدير. عدد الأرانب لدينا في هذه السلسلة هو 35 أرنب، اللي هم أرانب بداية المشروع، 35 أم وخمسة ذكور، بالإضافة إلى 440 أرنب اللي موجهين كسلالة أو أرانب موجهة للتكاثر والإنتاج. هنا عندنا المجموع الكلي للأرانب التي ستحصن هي 475 أرنب. عدد الزجاجات، بطبيعة الحال عدد الأرانب تقسيم 11، افترضنا أن كل زجاجة تحصن 11 أرنب، إذا عندنا 44 زجاج. التكلفة الكلية لهذا التحصين تقدر ب 44 في 3000 دينار جزائري، المجموع الكلي 132 ألف دينار جزائري، أي 13 مليون و200. هذا بالنسبة للتحصين الأول. راح نشوفوا مع بعض التحصين الثاني، اللي هو تحصين الدموي المعوي، أو بما يعرف بالدارجة العمومية طراف. هذا اسم التحصين هو كوكلافاكس. هذه الزجاجة تاع كوكلافاكس، زجاجة ذات سعة 100 ملي. مدة التحصين راح تكون كل 6 أشهر، أي مرتين في السنة. الجرعة تقدر ب 0.5 لكل أرنب مع الإعادة بعد 21 يوم، وبالنسبة للأمهات بعد شهر. هنا في هذه الحالة الأرنب سيستهلك 1 ميلي في كل 6 أشهر. الأمان، بطبيعة الحال هو تحصين، إذا فهو آمن لكل الأرانب ذكور وإناث، عشار ومرضعات. سعة الزجاجة 100 ملي، أي تحصن 100 أرنب باعتبار أن كل أرنب يأخذ 1 ملي من هذا التحصين. سعر الزجاجة يقدر لدى الصيدلية البيطرية ب 1600 دينار جزائري، أي 160 ألف. عدد الأرانب لدينا المحصنة هي 35 أرنب، اللي هما الأرانب المشروع، بالإضافة إلى 440 أرنب الأرانب الموجهة للسلالة، و 660 أرنب الأرانب الموجهة للحم، لابد أن تحصن ابتداء من تاريخ 25 يوم في عمر الأرنب لنتفادى صدمة الفطام وكل الأمراض المعوية الأخرى. إذا مجموع الأرانب الموجهة للتحصين المعوي هي 1135 أرنب. إذا كان نحسب الآن عدد الزجاجات يقدر ب 1135 تقسيم 100 زجاجة، أي بالتقريب 12 زجاجة في المشروع ككل. التكلفة الكلية ستكون 12 في 1600 دينار، إذا 19200 دينار جزائري، 1,920,000. نروح مع بعض الآن إلى الأدوية البيطرية.
توجد بعض الأدوية البيطرية اللازمة وبعض الأدوية اختيارية على حسب حالة المشروع وحالة الأرنب. نشوف الدواء البيطري الأول يسمى بمضاد السموم، ينزل في الجدول الدوري للمياه. اخترنا دلتا ليفر نظرا لقوته، عبارة عن مضاد سموم ومنشط كبد ورافع مناعة. دلتا ليفر هذا شكل العبوة. طريقة الاستعمال، يستعمل 1 ميلي لكل لتر ماء، ويستعمل كل 15 يوم. سعر هذه الواحد لتر يقدر ب 1600 دينار جزائري. الثاني هو مضاد كوكسيديا، الكوكسيديوبان، عبارة عن بودر كما نرى في الصورة. هذا البودر يستعمل بحساب 1 غرام لكل لتر ماء، ينزل في الجدول الدوري للمياه، ويستعمل مرة في 15 يوم، أي مرتين في الشهر. سعر 200 غرام يقدر ب 800 دينار جزائري. المركب الثالث هو متعدد الفيتامينات، الميلتي فيتامين بي. هذا يساعد في عملية النمو وضروري في مجال تربية الأرانب. كمية الاستعمال هي 1 غرام لكل لتر ماء، أو 1 ميلي على حسب الزجاجة. إذا كانت زجاجة ذات محلول 1 ميلي، وإذا كانت بودر تستعمل 1 غرام لكل لتر ماء. يستعمل مرة في 15 يوم، أي مرتين في الشهر. سعر الزجاجة 2000 دينار جزائري. الصورة المبينة هي عبارة عن بي كومبلكس، أي ملتي فيتامين بي، وعبارة عن محلول يوجد بنفس الشكل بنفس الشكل، ويوجد كذلك باودر. المركب الآخر هو عبارة عن طلق الصناعي، لوكسيتوسن. لوكسيتوسن هذا عبارة عن محلول للحقن، يستعمل أثناء الولادة أو يوم ميلاد الأرنب، مسهل لعملية الميلاد ومضر للحليب. السعر نتاعو في الصيدلية البيطرية 1600 دينار جزائري، 160 ألف. نروحو من بعد مع رافع الخصوبة، الأسيلينيوم، أو بالعربية هيسيلينيوم. هذا يستعمل لتجهيز الإناث والذكور لعملية التلقيح. سعر الزجاجة 2000 دينار جزائري، عبارة عن زجاجة ذات 1 لتر، ويستعمل بطبيعة الحال بطريقتين. الطريقة الأولى 1 ميلي لكل لتر ماء لمدة 3 أو 4 أيام، أو تستعمله مباشرة 2 ميلي زائد 3 ميلي سيروم غلوكوزي، ويجرى مباشرة للأرانب لتسريع عملية رفع الخصوبة. المركب الذي يليه هو المطهر، الفيركونيس. يستعمل كواحد غرام لكل لتر ماء، ويستعمل كل أسبوع. سعر حوالي 100 غرام 2000 دينار جزائري. تصيبوه في دلو تاع 5 كيلو 2 كيلو 1 كيلو. أما للمربي يقدر يشتريها ويقتنيه بالغرامات فقط، يقتني 100 غرام 2000 دينار جزائري. هو غالي نوعا ما، إلا أن أثبت الفعالية تاعو في مجال تربية الأرانب. آمن على الأرانب، وفي نفس الوقت قوي وقاتل لكل أنواع البكتيريا والفيروسات والميكروبات التي تصيب الأرنب. نروح مع بعض للأدوية البيطرية يتبع. الآن نشوف مع بعض المضادات الحيوية. عندنا المضاد الحيوي الأول اللي هو بينيفولستريب. هذا حقن عضلي 1 ميلي، ويستعمل بكثرة للأمراض التنفسية. آمن وفي نفس الوقت غير قوي، والسعر تاعو رخيص، حوالي 800 دينار جزائري، أي 80 ألف. المركب الثاني هو عبارة عن بخاخ المضاد الحيوي، التيرامايسين، ويوجد كذلك بماركات أو أنواع أخرى، مثلا لوكسيتيتراسايكلين وما إلى ذلك. وهذا نستعمل هذا البخاخ لعلاج الجروح الخارجية، مثل التهابات العرقوب، مثل التهابات الضرع، في حالة ظهور اللابسي كما نسميه بالدارجة أو الخراج. عبارة والسعر تاعو حوالي 800 دينار جزائري، 80 ألف. كاين مضاد حيوي آخر شامل اللي هو تيرامايسين. هذا يستعمل في الأمراض الكبرى، حقن عضلي كذلك 1 ميلي، السعر تاعو 2000 دينار جزائري، لكل الأمراض الأخرى، ولكن قوي نوعا ما. نستعمل الآن المراهم. عندنا مرهم خارجي للالتهابات، لوديرواد، خصوصا التهاب الضرع. هذا يستعمل في حالات التهابات الضرع لدى الأرنب، وهو مرهم خارجي، أي في جسم الأرنب من الخارج. هذا العبوة تقدر بثمنها يقدر ب 600 دينار جزائري، أي 60 ألف.
عندنا مركب ليفريميكسين او اي لايفوماك ايفريميكسين ان بورسو، وهذا خاص بالجرب والطفيليات الداخليه والخارجيه، وخاص كذلك بامراض التهاب العرقوب ومرض تسمغ الاذن وما الى ذلك، كل الطفيليات الداخليه والخارجيه. سعر العبوه 1200 دينار جزائري، وتوجد عده انواع او شركات مصنعه لهذا المركب ايفريميكسين، ايفوماك، افيماك. عندنا الان الفيتامين ادي 3، هذا يستعمل كحقن عضلي 1 ملي لكل لتر ماء. هذا الفيتامين لرفع المناعه وتجهيز الاناث. سعر العبوه 1600 دينار جزائري. الان نروح مع بعض للصيدليه البشريه لنقتني بعض الادويه التي نحتاجها في تربيه الارانب. في الصيدليه البشريه يا صديقي راح نحتاج الفلاجيل، وهذا لمعالجه الالتهابات المعويه. سعر تاعو حوالي 200 دينار جزائري كما هو موضح في الصورة. ومن الأحسن دائما نجيب فلاجيل للأطفال الصغار 125 ميلي جرام على 5 ميلي، هذا غير قوي وآمن على الأرانب. المضاد الحيوي أموكلا نستعمله في حالة وقف الأرنب عن الأكل أو ظهور توقف الأرنب عن الأكل، هذا يستعمل كتجريع لمعالجة الالتهابات الهضمية أو التهابات الجهاز الهضمي بصفة عامة. سعر حوالي 500 دينار جزائري. توجد عدة ماركات أو عدة أنواع منها أموكلا، أوغمونتين، بيوكلاف وما إلى ذلك. الآن نروح لبخاخ الأنف لتنقية أنف الأرنب أثناء الإصابة بالعطس. هذا البخاخ أوتروفا، وتقدر تستعمله المربي بشكل دوري لعلاج الأمراض التنفسية وحماية الأرنب من تراكم الأوساخ في أنف الأرنب، والسعر تاعه حوالي 400 دينار جزائري. الآن نروح المركبين اللي هما سيروم صالي وسيروم غلوكوزي. هذا السيروم يستعمل 5 ميلي لكل لتر ماء في الجدول الدوري للمياه بالنسبة للصغار، ويقوم برفع مناعة الأمهات في فترات النقاهة، أي الأرنب في حالة المرض أو حالة الإجهاد يستعمل هذا السيروم مهما كان نوعه، سيروم صالي أو سيروم غلوكوزي. سعر تاعه حوالي 500 دينار جزائري. الآن نروح المرهم العين لتنقية العين. بطبيعة الحال من الغبار والمشاكل التي تصيب عين الأرنب نستعمل المرهم العين المعروف، عبارة عن مضاد حيوي لمعالجة العيون، كلوموسين، الموجود لدى الصيدلية البيضاء البشرية. سعر تاعه حوالي 250 دينار جزائري. في حالات الإسهال المائي راح نستعمل سميكتا المعروفة لدى الصيدلية البشرية، سميكتا لمعالجة الإسهال المائي، وتستعمل بطبيعة الحال عبوة في فنجال ماء ويجرع مباشرة للأرنب. سعر 600 دينار جزائري. يتبع بالنسبة للصيدلية البشرية نشوفوا بعض المركبات اللي نقدروا نقتنوها من الصيدلية البشرية إضافة. أولا راح نحتاج مثلا ماء الأكسجيني، ماء الأكسجيني أيضا نستعمله لتنقية أذن الأرنب من التسمغات. سعر توالي حوالي 100 دينار جزائري فقط، عبوة صغيرة. راح نحتاج كذلك قفازات أثناء التربية، أثناء الحقن، أثناء العلاجات وما إلى ذلك. سعر حوالي جيب عبوة فيها 200 دينار جزائري في عدد كبير من القفازات. راح نحتاج البيطادين العلاجي والمطهر والمعقم الفعال، هذا دائما لازم يكون في المزرعة المعروف بيطادين أي نوع من أنواعه، سعره حوالي 150 دينار جزائري. نحتاج القطن وقطن الأذن بكمية تقدر ب 200 دينار جزائري. بالإضافة إلى ذلك راح نحتاج الأملاح المعدنية نستعملها في الجدول الدوري للمياه، هذه المعروفة الأملاح، هذا صنع جزائري وأثبت الفعالية تاعه مقارنة بأملاح المعدنية الأخرى، وتسمى لدى الصيدلية البشرية بأملاح إعادة التموين. سعر حوالي 200 دينار جزائري. مجموعة الحقن المتعددة، بطبيعة الحال نجيبوا حقن تكون 2.5 ميلي، كاين 1 ميلي، 5 ميلي، نعدوا على حسب الاحتياج بمقدار 200 دينار جزائري. الآن شوفوا حصة الأعشاب وملحقاتها. بالنسبة للأعشاب راح نحتاج مجموعة كبيرة من الأعشاب لتقتنى من العطار أو العشاب، هي مثلا الحلباء واليانسون والكمون وزريعة البسباس، الكركم، الزنجبيل، القرفة، النعناع، القرنفل وما إلى ذلك. نجيبوا حوالي قيمة 1000 دينار جزائري.
بالغرامات فقط 50 غرام 20 غرام 100 غرام وما إلى ذلك. راح نحتاج كذلك إلى ملح الليمون لتطهير المشربيات، أي كل الوسائل أو المعدات التي نضع فيها مياه الشرب للأرنب، نقوم بتطهيرها بملح الليمون غير ضار للأرنب، آمن وفي نفس الوقت مطهر ومعقم لشبكات شرب المياه. هذا راح تصيبوه عند محلات بيع لوازم الحلويات. كذلك سنرى الآن عسل التمر أو الرب أو دبس التمر المعروف، هذا راح نحتاجه بكثرة، سعر حوالي 350 دينار جزائري 35000 لزجاجات تاع سعتها حوالي 1.5 لتر. راح نحتاج كذلك بيكربونات الصوديوم للغسيل الكلوي، هذه تقدر نستعملوها مرة في الشهر فقط للغسيل الكلوي للأرانب، السعر نجيبه قيمة حوالي 200 دينار جزائري أي 20000، راح تجيب لك عدد كبير تستعمله على طول السنة. راح نحتاج كذلك خل الطعام وخل التفاح في الجدول الدوري للمياه بقيمة حوالي 250 دينار جزائري، هذا في عمليات حماية الأرنب من البكتيريا والطفيليات التي تصيب الجهاز الهضمي. راح نحتاج بطبيعة الحال المنظفات اللي معروفة عندنا كجافيل وجريزيل وصابون سائل وممسحات وما إلى ذلك، قيمة حوالي 1000 دينار جزائري، هذا على حسب المربي. الآن راح نحسب التكلفة المالية لكل التحصينات والأدوية. عندنا التحصينات لدات مقدار كبير أو مبلغ كبير اللي هي 151200 دينار جزائري، 15000 أي 15,120,000. الأدوية البيطرية راح تستهلك حوالي 17000 دينار جزائري أي 1,700,000. وبالنسبة للصيدلية البشرية راح نقتنوا قيمة 3500 دينار جزائري فقط، والأعشاب حوالي 3000 فقط. إذا التكلفة الإجمالية هي 174700 دينار جزائري. للتذكير فقط نرجو الاشتراك في القناة هذه من ناحية، ثانيا فعل جرس ليصلك كل جديد، ثالثا تسجيل الإعجاب لزيادة التفاعل، رابعا إضافة تعليق، خامسا نرجو مشاركة الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. كانت هذه نهاية الحلقة، وإن شاء الله راح تكون الحلقة القادمة الحلقة السادسة هي الحوصلة العامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.